جري وهرب. فضربوا الورق، ضربوه، وتلاقي تواريخ هنا، تاريخ في هنا، وتاريخ هنا، وحتى توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عمره ما بيوقع كده، يعني الهبل هبل هبل هبل. وتوقيع الدكتور مصطفى مدبول هبل، وهو يوقع رئيس ورئيس الحكومه بيتكلم على قناه السويس. طب فين رئيس هيئه قناه السويس؟ اين هو؟ فين الفريق اسامه ربيع؟ يعني اذا كده يعني كده. وبعدين هو الدستور ده، الدستور يمنع، الدستور المصري يمنع نقطه، لا يجرؤ ولا حد يقرب المكان ده، يمنع قناه السويس. بس هو ايه في اطار، ما انا بقول لك مش هيسيبك شائعات على مدار الساعه. هسمعك الهارب عميل الموساد محمود وهبه، كانوا عاملين اجتماع. اسمع ده لاول مره، ده لاول مره، مش هتسمعه في اماكن اخرى، مع ارهابي اسمه سعيد عفيف وارهابي تاني اسمه محمد الباجوري. دول من الهربانين بتوع عصابه تنظيم ايضا تنظيم الاخواني، عملاء الموساد، عاملين مع بعض اجتماع. التلاته دول قاعدين في امريكا، فالاجتماع ده تسجيله عندي، تسجيله هتسمعوه لاول مره. بس اسمع محمود وهبه لاول مره وهو يتحدث عن التزوير، عن الفضيحه بتاعتهم، عن فضايحهم، ودايما ربنا بيفضحهم ولسه هيفضحهم شر اعمالهم. اسمعوا طب وهو بيتكلم، وهو بيتكلم على التزوير اللي عملوه، نسمع. هذا العقد كان جاينا عباره عن ميكروفيلم زي العفريته يعني، وعليه حمايه. العقد ده جه خصيصا للدكتور محمود وهبه لتكنوقراط مصر، دكتور محمود وهبه ومجموعه تكنوقراط مصر. العقد النوتري اللي هو الموثق القانوني تواصلنا معاه، احنا ما نشرناهوش غير بعد 3 ايام. العقد سليم 100%. يا دكتور سعيد، هل لو اتصلنا بمكتب التوثيق اللي هو في لندن ده ممكن يأكد لنا ان هي فعلا وثيقة رسمية من الحكومة المصرية؟ اولا المكتب ده موجود، خليني ارد عليك. الدكتور ممدوح حامد بنفسه هو في لندن اتصل بمكتب التوثيق. جميل. مكتب التوثيق موجود في لندن، ودي وثيقه مكتوب عليها سري جدا وموجوده في برنامج معين محدش يقدر يخشه الا ما معاه الباسورد. انا جالي الباسورد لما قدرت اخش، حد تاني ما يقدرش يخش. الراجل اللي شاهد على التوقيع بتاعه النوتري بابليك، النوتري بابليك ده يعني شاهد، يعتبر كشاهد. اللي مش عارف يعني ايه نوتري بابليك دي زي الشهر العقاري. انا التوثيق بتاعي علمي وخبرتي والورق اللي قدامي. خد بالك انا راجل بتاع ابحاث، عملت الابحاث اللي ممكن اعملها كلها علشان اوثق. ادي عملاء الموساد، وانا هنا محاكمة الهارب ممدوح حمزة وعليه حكم هربان، ومحاكمة الهارب محمود وهبه.